أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، نحملكم إلى فضاء جديد من فضاءات الثقافة التركية، نوع من الموروث الثقافي الذي يتعلق بالأغذية الخاصة، وهو نوع من الحلويات الشهيرة، خفيف على المعدة، له لذته الخاصة، اشتهرت باسمه أحياء كاملة ومطاعم كاملة، وأيضا مختصون بصناعة الحلوى فنا وذوقا وأدبا رفيعا منغمسا في كل ثنايا هذه الحلوى. نتابع سويا حلوى ذو البيك بادل. إسطنبول مدينة مهمة للغاية بماركاتها التجارية ومأكولاتها الخاصة بها منذ قرون عدة. إحدى اللذات الخاصة بإسطنبول حلوى قد اشتهرت بلذتها وخفتها، حلوى مصنوعة من الزبدة واللوز. فإذا قلنا زبدة اللوز فالذي يأتي ببالنا على الفور زبدة لوز بيبك. الذي لم يتذوقها لم يكن يعرف عن إسطنبول شيئاً. نكهة رائعة فارقة في الفم عند أكلها، كما أن لزبدة اللوز طعم إذا ذقتموه لن تستطيعوا تركه مرة أخرى. إنه طعم أصبح ماركة لحي بيبك، فتجاوزت شهرته حدود تركيا منذ عام 1904. ولأكل زبدة اللوز عليكم المرور بحي بيبك، لأنها ليست ماركة يمكن أن تجدوها في كل مكان. فزبدة لوز بيبك يتم عملها بشكل يدوي وليست مصنعة آليا. يعجن اللوز باليد مع العجين بدون استخدام الآلات والمواد المضافة، ويتم تقديمها بقطعها على الأسلوب الكلاسيكي، ولذا أصبح طعما مفضلا منذ أجيال، كما أصبح ماركة خاصة بالحي الذي يتواجد فيه. من هذه الناحية فإن إسطنبول مدينة فريدة من نوعها، وإن الجانبين للمضيق عناوين لأجمل لذات في نفس الوقت. فاللبن تذوقونه في قانيلجا، وتجدون أفضل بوضة في منطقة وفاء، وأفضل لوز يزرع في تشينكيلكوي، والسمك الطازج في السراير، كما أن أجمل غروب للشمس تشاهدونه في سالجاك. وخلاصة الكلام إن لكل منطقة في إسطنبول طعم مختلف ولذة مختلفة. لكل إنسان ميوله الخاصة، ولكل إنسان طبيعته في فهمه للحياة وموجوداتها، وأيضا في مسالكه في هذه الحياة. من هنا تنبع فكرة الإبداع الشخصي والمواهب والمهارات الذاتية بكل تفرعاتها، سلوكية ونفسية ونفس حركية كما يسميها علماء الاجتماع. أعزائنا المشاهدين، يسعدنا أن نقدم لكم في هذا الفضاء التواصلي ضيفا عزيزا متعدد الهوايات والمهارات، الأستاذ كامل محمد بدوي، سعودي الأصلي ولكنه بطبيعة خاصة، وانغماسه بالهوايات والمهارات الخاصة جعلت منه إنسانا معاصرا لكل البيئات والطبيعات التي تمتد خارج السعودية وداخلها بالهواية العابرة للقارات. أستاذنا الكريم الأستاذ كامل محمد بدوي، أهلا وسهلا بك معنا في استوديو برنامج الألوان السبعة. نستمعك عذرا لقراءة تفصيل مبدئي لطبيعة الهواية والمهارة الخاصة في تقريرنا الآتي، ثم نعود لاستئناف حوارنا مع ضيفنا العزيز، تفضلوا بالبقاء معنا. تتنوع مهارات الفرد في أي مجتمع بناء على ميوله واتجاهه ونظرته للحياة وموجوداتها من حوله، وهي أسلوب تعبيري لكل شخص ينطق بلسان التعبير الصامت عن الفهم من خلال مهارة يكتسبها أو موهبة تملكت كيانه. بعض الأشخاص تستهويهم هوايات بسيطة تعبر عن طبيعة توجههم الهادئ، وآخرون يستهويهم الخطر ويعبرون عن مجموعة من الهوايات لديهم بالاحتفاظ بأمور أو حيوانات خطيرة، كالاحتفاظ بالأسود والضباع والتماسيح ونحوها. وبين المهارتين والهوايتين فرق واسع. السيد كامل محمد بدوي من المملكة العربية السعودية، باحث وكاتب ورجل أعمال حاز إلى جانب ذلك
على سلسلة من المهارات والهوايات الفردية اللافتة، كفك رموز الكتابة اليدوية وتحليل الشخصية من خلال قراءة الخط اليدوي، وتربية التماسيح والطباع والأفاعي السامة وغير السامة، إضافة إلى مجموعة من المهارات كالغوص والصيد وجمع التحف والعملات النقدية والورقية المختلفة. التعبير عن النفس من خلال المهارة أمر مميز يقود الإنسان إلى التميز في واقعه، وهي ترجمة معرفية لطبيعة حياة الإنسان وتواصله مع المحيط، ويزداد الإبداع كلما ازدادت أشكال وطبائع الهوايات والمهارات لدى الفرد بصورة مباشرة وشاملة. وللمهارات صوتها الذي يسمع بعيدا عن لغة اللسان. أعزائي المشاهدين، نجدد ترحيبنا بالأستاذ كامل محمد بدوي. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى. أهلا وسهلا. لنبدأ أولا بزيارتك إلى تركيا، ما طبيعة هذه الزيارة وكيف وجدت تركيا؟ طبعا هي زيارة سياحية في المقام الأول. تركيا عموما يعني يمكن من أجمل البلاد اللي الواحد ممكن يزورها، سياحية بدرجة كبيرة جدا، اهتمام بدرجة كبيرة جدا، تطور عالي جدا، ولاحظت اهتمام بالثقافة العربية لأول مرة لاحظ الحكاية هذه يعني بشكل مكثف. نعم، هذه أول زيارة لك إلى تركيا؟ لا، تقريبا 20 زيارة. أنت من محبي تركيا بهذا الاتجاه؟ أكيد طبعا. نعم، أستاذنا الكريم، طبيعة الإنسان أنه يبدع في صياغة هوياته ومهاراته الذاتية، كل بحسب قدراته وكل بحسب ميوله. عندما نتحدث الآن عن هواياتك الخاصة، أنت لديك مجموعة من الهوايات، ربما لا يسعنا الحديث يعني هنا بهذا الزمن المخصص لهذا البرنامج أن نستوعب الكثير منها، ولكن سنمر على بعضها. بداية أود من حضرتك أن تعطيني قراءتك الذاتية لطبيعة المهارة وعلاقتها بالإنسان. أن يكون لدى الإنسان هواية، كيف يشعر بذاته؟ هل يغير بطبيعة حياته؟ هل يغير بطبيعة نظرته إلى الأشياء والحياة من حوله؟ طبعا هو يعني ربنا لما خلق الإنسان خلى عنده اهتمامات أو ميول داخلية، الحاجة هذه بتريحه بشكل كبير جدا. يعني واحد مثلا بيصطاد سمك، ال- 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 الهواية هذه بتخرجه عن حياته اللي بيعيشها، بتفصل عن الجو اللي بيعيش فيه، بتبعده عن الضغوط، بتبعده عن أشياء كثير جدا، بتخليه يبدأ يفكر يتأمل. الحاجة هذه يمكن أهم شيء مطلوب في الهوايات، أو سبب وجود الهواية، أنه بتخرجه في المقام الأول عن الضغوطات اللي بنعيشها في الحياة. نعم، انت نتحدث عن شخصك الان، يعني انت اضافه الى يعني مهاراتك في البحث والتاليف لديك مجموعه من الهوايات، نتحدث عن الغوص، عن الصيد، عن تحليل الخط اليدوي، ايضا عن تربيه الثعابين، هذه سنؤجلها الان، سنؤجلها. اوكي. وايضا ماذا لديك؟ جمع النقود، تحف واثار، تصوير فوتوغرافي، بكتب اشعار. تكتب الشعر؟ نعم، بربي بعض الحيوانات الخطره، تماسيح، ضباع، سباع. هذه هواية نادرة، إذن هواية غير مألوفة عندنا في العالم العربي. مش مألوفة لكنها موجودة. نعم، كيف بدأت؟ لنتحدث الآن عن الثعابين أولا، كيف بدأت هذه الهواية وما الذي شدك إلى ثعبان؟ طبعا في المقام الأول بداية كانت شقاوة أطفال زي ما يقولوا، أي واحد بيشوف ثعبان بيحاول يتخلص منه ويقتله. حاولت أصطاد ثعبان وأنا صغير، كان عمري تقريبا 10 سنوات، حاولت الاحتفاظ به، شوية شوية الهواية تطورت، صرت أصطادهم أربيهم عندي في غرفتي. الوالد طبعا الله يرحمه لما شاف اهتمامي بالحيوانات طردني برا البيت، ويمكن هذه عن جد يعني هو عمل لي غرفة خارج البيت، العائلة غرفة مستقلة في أنت وثعابين في الحديقة. نعم، يمكن الحكاية هذه خلتني أنمي الموضوع زيادة، خلتني أبدع في الموضوع زيادة. يعني ما الذي شدك إلى الثعبان خصوصا؟ يعني هي ليست بالدرجة الأولى هواية مألوفة عندنا في العالم العربي. نعم. نظرا لخطورتها على الإنسان. نعم. وأيضا هناك بعض الثعابين السامة القاتلة، نحن لا نتحدث عن معظم الثعابين، هي غير سامة بالدرجة. نعم. الأولى، وأنت أدرى منا بذلك، ولكن هناك بعض الثعابين يعني وبالذات في الصحاري في مناطق خطرة جدا تكون سامة وقاتلة، هل لديك مثل هذه الأنواع في يعني؟ طبعا يعني أنا خبرتي الآن في الثعابين 35 سنة الحمد لله، بعرف أنواع الثعابين كلها، تعاملت معها كلها بفضل من الله. هو الثعبان شيق، يعني في أشياء كثيرة جدا شيقة فيه، غريب ما نعرف عنه أشياء كثيرة، فبالتالي بيجذب الاهتمام. فهذا اللي خلاني أنطلق في الموضوع هذا وأحاول أدرس الحيوان هذا وأحتفظ به. أنت لا تكتفي بجمع
الثعابين، وانما شاركت فيها في اكثر من معرض، معرض ربيع الاول في مكه على سبيل المثال. نعم. شاركت فيه بخيمه الثعابين. نعم. كيف كانت المشاركه وطبيعتها؟ والله يعني الحمد لله كنت عامل خيمه تقريبا 4 امتار طولها، حاطط فيها عينات من الثعابين، صور وسائل ايضاح. في اليوم كان بيدخل عندي في الخيمه هذه تقريبا 20,000 شخص في اليوم الواحد. في اليوم الواحد نعم. عليه اقبال شديد لان الموضوع جذاب بالدرجه الاولى مقارنه بالاجنحه اللي كانت موجوده، يعني يمكن الوحيدين اللي كيف كانت طبيعات الناس عندما تاتي الى قسم ثعابين؟ يعني هو مشهور بالثعابين الكبيره، ياتي الاطفال المخدره طبعا ويتصورون معها، هذه مشهوره في كثير من بلدان العالم. ولكن ثعبان حيوان يتعرف على طبيعه الثعبان وحياته وتعريف شخصي، يعني كما تفضلتم للثعبان ولطبيعته ولاهدافه، وهذا شيء يعني نادر وجميل جدا. كيف كانت طبيعات الناس عنه؟ هو في البدايه بتكون استغراب، اوكي، خوف، لكن لما تعرف اي معلومه عن الحيوان اللي بتتعامل معاه او اللي بتشوفه بتبدا تعمل باك جراوند يحط لك حدود للخوف هذا. يعني الهدف الاساسي انه الخوف لا يكون زياده عن اللزوم، حتى لا تصير مشكله، ولا يكون يعني قليل، ما يكون عندك اندفاع. احنا هدفنا من الموضوع هذا نوعي الناس كيف تحط مستوى للخوف. نعم. انت يعني اضافه الى ذلك لديك نشاط في الجانب الاعلامي، يعني كان لك حضور في هذا الاتجاه في التعبير عن مهارة جمع الثعابين، سنتحدث عن غيره، ولكن نعم. في جوانب الإعلام كتبت عنها في يعني إضافة إلى الكتاب الذي ألفته حول الثعابين وشريط الفيديو الذي أصدرته حول يعني الثعابين، أيضا كان لك حضور إعلامي في هذا الاتجاه، هل تريد أن يعني تعمم هذه الفكرة في العالم العربي؟ والله الحمد لله أنا محاضر على مستوى المملكة العربية السعودية في الجامعات، في المخيمات الصيفية، في المراكز الصيفية، بشارك في المجلات والجرائد، متعاون مع الدفاع المدني في حالة حدوث مشاكل، خبير في المحكمة بخصوص الموضوع لو صادف أي مشكلة في الموضوع. الهدف الأساسي من دراسة الموضوع، من طرح الموضوع، يعني خلق نوع من الوعي عند الناس. ليش نخاف؟ ليش ما نفكر؟ أي شيء موجود حوالينا لازم نفكر فيه، لازم نعرف ليش ربنا خلقه. ما ناخذ الحكاية مسلم بها خلاص إحنا نخاف وانتهى الموضوع، لا. جيد، لنتحدث الآن عن مهاراتك الأخرى، والوقت بدأ يداهمني حقيقة، وإن كنت يعني أود الاستزادة في هذا الموضوع شخصيا، ولكن يعني عندما نتحدث عن هواية الغوص أين تمارسها؟ طبعا احنا في السعودية البحر الأحمر معروف يمكن من أجمل البحار اللي موجودة في العالم، شعب مرجانية يعني الطبيعة خرافية، خرافية السمكية نعم. موجودة فيه والبحرية نعم، مناطق بكر ما فيها استهلاك، فهذه يمكن من أفضل الأماكن اللي الواحد ممكن يغوص فيها. والصيد؟ الصيد برضو في البحر الأحمر. ما الذي تجمعه من على صعيد التحف والآثار؟ هل لديك يعني مجموعة جيدة في هذا الاتجاه؟ والله الحمد لله عندي مجموعات كبيرة جدا على مستوى يعني يمكن العالم العربي، مجموعة زجاج روماني، رخام عثماني، أخشاب، تماثيل فينيقية، إغريقية، فرعونية. طبعا هذا تتجول في العالم وتحصل عليه. نعم. من أي البلاد حصلت على مثلا يعني خارج تركيا وخارج السعودية؟ والله بحسب، يعني في القطع الرومانية موجودة في تركيا، في تونس، في موجود منها في السعودية، في الأردن، في سوريا، كلها موجود فيها الروماني. وتجولت في هذه البلاد؟ نعم. أنا الحمد لله لفيت العالم للموضوع هذا، موضوع الثعابين. نعم. في صعيد هواية جمع النقود ماذا تحدثنا عنها حتى أنهي واحدة واحدة يعني في هذا الاتجاه؟ طيب هو جمع العملات، نعم، النقود الناس تفكر انه ليست الحاليه المستخدمه. نعم، جمع العملات. العملات يعني يمكن هوايه حلوه جميله، بتكتشف فيها اشياء يمكن ما بنفكر فيها، وتراث دول. نعم، احيانا بتشوف عمله مثلا يعني ب 10 ليرات تركي سعرها 1000 دولار 10000 دولار، توصل لغايه 20-30,000 دولار لاسباب ما، في تكون نادره. صحيح. نعم، في جنيه مصري، الجنيه المصري معروف سعره رخيص. نعم، سعره الان في السوق 8 مليون دولار، فهذه القديم. من حاجات نعم. الجميلة في المتابعة وفي دراسة الموضوع. نعم. لندخل إلى صلب الموضوع الذي يعني أود التركيز عليه، وهو مهارة خاصة نحن نسميها في العالم العربي مهارة. نعم. وإنما هي مدرسة خاصة بها، وهي مهارة تحليل الشخصية من خلال قراءة الخط اليدوي. نعم. الآن عندما نتحدث عن ألمانيا، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة تحديدا، هذا علم يدرس الآن في الجامعات على مستوى أكاديمي راقي. نعم. بمعنى نحن نتحدث عن أمر يتصل بالمخابرات، أمر يتصل بتحليل الشخصية، أمر يتصل بالمحللين، أمر يتصل بأكثر من جانب في الحياة، إضافة إلى الهواية الشخصية عند الإنسان في معرفة شخصية من يقابله. نعم. من خلال خط يده. كيف تحدثنا عن هذه المهارة تحديدا؟ طيب يعني أنا هتكلم عن العالم العربي، موجودة في الحكاية هذه لكن بشكل بسيط، بتدرس في الجامعات في أقسام علم النفس، ولكن ليست باختصاص على حد علمي. لا يعني مش اختصاص، هو كورس بسيط بياخدوه في علم النفس كنوع. طيب. من المعرفة بهذا العلم.
طبعا في عندنا في البحث الجنائي او اكتشاف التزوير موجود مطبق بصورة بسيطة جدا. نعم، وليس لدينا احترافيين على مستوى عالمي في هذا بكل أسف، لأنه موضوع جديد في العالم العربي. صحيح. يعني الآن يمكن يعني ما يزيد عن 10 سنوات الموضوع هذا في العالم العربي، فمحتاجين شوية وقت شوية توعية، لأنه الناس بتخاف من أي حاجة غريبة. موضوع الخط موضوع مش بسيط بالتأكيد. كيف يمكن للشخصية أن تنطبع على ورقة؟ بمعنى يعني عندما أكون غضبانا، نعم، تكون مثلا مستوى ضغطي على القلم أكبر. هذا نعم. مثلا انطباع، هذا مثال من أمثلة. عندما أكون متوترا اهتزازات في اليد، عندما أكون كذا، هل نسبة الخطأ كما يقال أو هامش الخطأ في تحديد الشخصية من خلال قراءة الخط اليدوي للإنسان عالية أم متدنية؟ لا، نسبة الخطأ بسيطة جدا، لأنه احنا ممكن نعرف يعني من 80 إلى 90% من الشخصية. 80 إلى 90% من الشخصية الموضوع ببساطة، الجهاز العصبي هو اللي بيتحكم في جسم الإنسان، أوكي؟ فبالتالي أي حاجة بيعملها الإنسان، حركاته، كلامه، خط اليد، بتدل على أشياء موجودة جوا الجهاز العصبي، بترجمها في حركة، بترجمها في خط، بترجمها في أي تصرف بيقوم بالإنسان، حتى على استقامة الحروف، كل طريقة كتابة، كل شيء. طبعا الخط بس معلومة بسيطة، أنه بصمة للشخص، مستحيل يكون فيه شخصين عندهم نفس الخط. عشان كده في حاجة اسمها اكتشاف التزوير، ممكن واحد يسوي خطك لكن بيعرف أنه هذا مقلد وهذا أصلي. من خلال هذا العلم هل ترى ضرورته اليوم؟ والله أنا بالنسبة لي أكيد جدا جدا، لأنه بيدخل في حياتنا بصورة كبيرة، وإحنا بنستخدمه بس بصورة من غير علم، من غير معرفة، ارتجالية بدرجة كبيرة. نعم، ارتجالية، ومطلوب يعني نعرف الموضوع عشان نتواصل مع أنفسنا ونتواصل مع الآخرين بكل بساطة. نعم، طبعا هنا اسمح لي أن أنوه للمشاهدين الكرام بقضية مهمة جدا، هو أن ضيفنا العزيز الأستاذ كامل قد قام بتأليف مرجع أساسي في قضية الخط اليدوي، وهو علم مختص، علم تخصصي تفصيلي منهجي، له قواعده وأسسه ومراحله، وقد ألف مشكورا حقيقة كتابا يعتبر مرجعا أساسيا في هذا الجانب، ضمنه العديد من النشريات على مستوى العالم، وأيضا بعض النشريات التي وردت في صحف عالمية مثل نيويورك تايمز وغيرها، حول قضية الخط الشخصي، الخط اليدوي وأثره على الشخصية تحديدا. أستاذنا الكريم، اليوم لماذا لا تفتح جامعتنا مثل هذا التخصص؟ لماذا لا نركز على مثل هذه المهارة التي لها علاقة أيضا بفهمنا لطبيعة الآخر؟ بمعنى أنت لا تحتاج من خلال معرفتك بطبيعة خطي إلى معرفة ما أفكر به إذا أحسنت قراءة خط اليدوي. نعم، بالتالي أنت تختصر الزمن والمسافات والطبيعة البشرية. نعم، أليس كذلك؟ أكيد. إذا كان توصيفي دقيقا لا أعرف. لا، هو بالطبع أكيد، يعني هو الخط بيعرفني الشخص اللي بتعامل معاه كيف أوصل له المعلومة. يعني هي المشكلة الآن في العالم العربي، كيف تتواصل مع الشخص، كيف توصل له المعلومة اللي بدك توصلها، مع زوجتك، مع أولادك، مع أخوانك، مع أي شخص. للأسف يعني 2 بيعيشوا في بيت واحد ما يعرف كيف يوصل لها المعلومة، وهي ما تعرف كيف توصل له المعلومة. هذه مأساة في العالم العربي أو في العالم كله بصورة عامة. عن طريقة المراسلة وفك الشفرات عن طريق الخط اليدوي، لكن عن طريق الخط بكل بساطة بتحل مشاكل كثيرة جدا، تفهم النفسية. نعم، صحيح. هذا على صعيد الأسرة، فماذا إذا فكرنا فيها على صعيد فهم قضايا أخرى مثل تحليل الخط اليدوي، إذا قرأنا قراءات تاريخية وتحليل الخط يدوي، إذا أكيد. يعني تبعنا فيها قضايا متعددة أخرى، أليس كذلك؟ أكيد، يعني مجال كبير جدا وفي أشياء كثيرة جدا في الموضوع، لازم تطلع، لازم تندرس. لكن مشكلتنا في العالم العربي الثقافة أو الوعي ما زال قليل. نحن بحاجة إلى تخطيط أساسي، بحاجة إلى ثقافة عامة، توعية عامة، لأنه معلش يعني الآن في السعودية في اهتمام بالموضوع، في تقريبا 10 مؤلفات، تروح مصر ما في، تروح تونس ما في، تروح، فهي محتاجة لثقافة عامة في العالم العربي. هذه الثقافة منبنية على أساس فهمنا لطبيعة احتياجاتنا، المخاطر التي تتهددنا، والفرص التي أمامنا، وطبيعة تعاملنا مع الآخر، أليس كذلك؟ والله يعني أنا بالنسبة لي إحنا محتاجين نعرف أنفسنا ونعرف الآخرين، فبالتالي محتاجين أي طريقة للتواصل. صحيح. أي طريقة تتسهل الموضوع هذا علينا. جيد، أستاذنا الكريم، عندما امتلكت هذه المهارة، طبعا أنا لا أقول مهارة جاءتك من السماء، وإنما هي مهارة اكتسبتها من خلال الدربة والتجربة. نعم. والاطلاع والمعرفة، ومن خلال يعني اطلاعي على الكتاب، وللأسف لم أقرأه يعني بشكل تفصيلي، ولكن إن شاء الله سأقرأه. يعني هذه الموهبة التي اكتسبتها اكتسابا، وهي نعم. ليست من العلم اللدني، وإنما اكتسابا معرفيا. نعم. تفصيليا تراكميا، ما الذي أفادتك به شخصيا؟ طيب، هو أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني أنا جمعت 4000 عينة خطية، تقابلت مع تقريبا 2000 شخص،
درست حالات كثير جدا. الاستفادة اللي لقيتها في الموضوع انه بتحل مشاكل الناس بصورة بسيطة جدا بدون ان تتكلم معهم في العمومية. يعني في موقف صار معي انا شخصيا انه زوج بنتي تقدم واحد خطيب لبنتي تقدم. اول شيء عملته قلت له اكتب لي خطاب كويس. هذا النموذج جديد لطلبة الفتاة. ويعني اقسم بالله 90% من الكلام اللي طلع في الخطاب السلبيات اللي موجودة فيه الراجل يعني هو قالها قبل يشوف التحليل. هذه حاجة مهمة جدا انك تعرف الشخص تعرف ايش سلبياته وايش ايش المشاكل اللي عنده. هل تستطيع ان تشخص؟ طبعا هناك بعض الدراسات اجريت في هذا الاتجاه، يعني يصل الامر الى حد معرفة بعض الامراض وتأثيرها على الجهاز العصبي وتأثيرها على الكتابة الموجودة على الورقة، بمعنى تشخيص بعض الامراض العضوية من خلال كتابة الخط اليد. هو الان انا بعمل كتاب تاني ان شاء الله اسمه اكتشاف المرض عن طريق الكتابة. يعني لديك بحث في معمق في هذا الاتجاه؟ الان بدأنا نشتغل في الموضوع، وفي طبعا دراسات امريكية صارت في الموضوع، في دراسات عربية صارت في الموضوع، لكنها ضعيفة جدا بكلا الامرين. يعني ضعيفة ومش كل واحد يفهم فيها لانها محتاجة ممارسة، محتاجة الى مختبرات بالدرجة الاولى يعني التدريب، انه الشخص اللي بيحلل الخط يكون عارف بالضبط ايش المشكلة، لانه ممكن تقول لواحد انت عندك مشكلة مرضية وهو ما عنده حاجة، فبالتالي بتدخل في مشاكل. هل تؤيد انه يمكن فك رموز بعض الامراض الوراثية او امراض بالذات العضوية من خلال قراءة الخط اليدوي؟ بالنسبة لي 90% موافق مع الموضوع. نعم. والبحث الذي أجريته والآن الدراسات التي الآن الدراسات جارية إن شاء الله تعزز هذه القيمة؟ نعم، حتصير دراسات في مستشفيات طبعا على مرضى من خلال ملفاتهم ومن خلال خطوطهم وبنطلع بنتائج. جيد. ألا ترى أنه يمكن أن يكون مصدر عمل؟ بمعنى للعاطلين عن العمل أن يفرض نفسه كخبير في محكمة في مجال تفكير الخطوط. يعني إنسان عاطل عن العمل، إنسان لا يستطيع أن يجد يعني مورد رزق له إذا أبدع في هذا المهنة، إذا طالب مبدع في جانب تخصصه في الكتابة، خطاط مبدع، وهذه بعض المهارات الموجودة، ربما يكون إنسان حساسا حتى يستطيع أن يفهم الخط أو أن يقرأ الحرف وتردداته. طبعا اختلاف القلم إلى قلم واليد إلى يد وطبيعة المنضدة التي يكتب عليها وطبيعة القلم وطبيعة الارتجاف تفاصيل دقيقة لا نريد أن أخوضها، بقيت أمامي دقيقة واحدة. أستاذنا الكريم، بماذا توجه الجمهور العربي حقيقة في جانب تفعيل الهوايات؟ هل هي مهمة أم ننغمس في أعمالنا؟ كيف تؤثر الهواية الحقيقية على راحة النفس وعلى اكتساب المعارف وعلى بناء ذات جديدة؟ طيب، هو الهوايات عموما مطلوبة لأي شخص، يعني حتى الست البيت ما تقول لك أنا والله ست بيت ومش، لا يعني لازم تشوف الحاجة اللي بتريحها اللي ربنا خلاها ترتاح فيها، أوكي؟ سواء تأمل، سواء حاجة تمارسها بإيدها، سواء أي هواية مهمة جدا، لأنه بتعطينا نوع من الراحة النفسية، الخروج عن ضغوطات الحياة والقدرة على الإبداع. لما تمارس هواية بتبدع، بتخرج بأشياء جديدة. نعم، إذن هي رسالة مختصرة، الهواية تصوغ ذاتا جديدة، وقراءتنا لذاتنا ومعرفتنا لطبيعة ذاتنا وطبيعة من حولنا ربما تقودنا إلى قراءات أخرى وإلى أفياء جديدة من الإبداع والمعرفة والتصور. أستاذنا الكريم، بداية أشكرك على جهودك المعرفية وجهودك الإعلامية لما تعرفه، بالتالي أنت عرفت مهارة معينة أو أبدعت مهارة معينة ألفت فيها، وهذا جهد كبير جدا تستحق عليه الشكر حقيقة. كما أنا سعيد باستضافتك هنا في برنامج الألوان السبعة في تركيا. نرحب بك هنا أولا ونرحب بك في تركيا ثانيا، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا في البرنامج. وأعزائي المشاهدين، نحملكم الآن إلى فضاء الكاريكاتور، لوحة جديدة نترككم معها كالعادة بلا تعليق. أسابق خافقي حبا وأشدو للقياكم إذا حل اللقاء. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم في برنامجكم اليومي الألوان السبعة، على أمل التواصل معكم في موعدنا الجديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.